وحده تنتين ثلاث. الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. المسيح قام من بين الأموات وداس الموت بالموت ووهب الحياة للذين باركي يا نفسي الرب. أيها الرب إله لقد عظمت جدا، الاعتراف وعظم الجلال تسربلت. اللابس النور مثل الثوب، الباسط السماء مثل الخيمة، والمسقف بالمياه على ليق، الذي جعل السحاب مركبته، الماشي على أجنحة الرياح، الصانع ملائكته أرواحا وخدامه لهيب نار، المؤسس الأرض على قواعدها فلا تزول إلى دهر الداهرين. رداؤها اللجة كالثوب، على الجبال تقف المياه، من انتهارك تهرب ومن صوت رعدك تجزع، تصعد إلى الجبال وتنزل إلى البقاع، إلى الموضع الذي أسسته لها، وضعت لا حدا فلا تتعدى ولا ترجع فتغطي وجه الأرض، الذي يرسل عيونه في الشعاب وفي وسط الجبال تعبر المياه، تسقي كل وحوش الغياض، تقبل حمير الوحش عند عطشها، عليها طيور السماء تسكن، من بين الصخور تنادي بأصواتها، الذي يسقي الجبال من علالية، من ثمرة أعمالك تشبع الأرض، الذي ينبت العشب للبهائم والخضرة لخدمة البشر، ليخرج خبزا من الأرض وخمرا تفرح قلب الإنسان، ليبتهج الوجه بالزيت والخبز يشدد قلب الإنسان، يشبع خشب الغاب وأرز لبنان الذي نصبته، هناك تعشش العصافير ومساكن الهيرودي تتقدمها، الجبال العالية للأيلة والصخور ملجأ للأرانب، صنع القمر للأوقات والشمس عرفت غروبها، جعل الظلمة فكان ليل وفيه تعبر كل وحوش الغاب، أشبال تزأر لتخطف وتطلب من الله طعامها، أشرقت الشمس فاجتمعت
وفي سيرها ربضت. يخرج الإنسان إلى عمله وإلى صناعتي حتى المساء. معظم أعمالك يا رب كلها بحكمة صنعت. قد امتلأت الأرض من خليقتك، هذا البحر الكبير الواسع، هناك دبابات ليس لها عدد، حيوانات صغار مع كبار، هناك تسلك السفن، هذا التنين الذي خلقته ليلعب فيه، وكلها إياك تترجى لتعطيها طعامها في حينه، وإذا أنت أعطيتها جمعت. تفتح يدك فيمتلئ الكل خيرا، تصرف وجهك فيضطربون، تنزع أرواح فيفنون وإلى ترابهم يرجعون، ترسل روحك فيخلقون وتجدد وجه الأرض. ليكن مجد الرب إلى الدهر، ليفرح الرب بأعماله، الذي ينظر إلى الأرض فيجعلها ترتعد ويمس الجبال فتدخن. أسبح الرب في حياتي وأرتل الإله ما دمت موجودا، ليلذ له كلامي وأنا أفرح بالرب. فليبد الخطأة من الأرض والأثمة حتى لا يوجد فيها. باركي يا نفسي الرب. الشمس عرفت غروبها، جعل الظلمة فكان ليل. ما أعظم أعمالك يا رب، كلها بحكمة صنعت. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. يا إلهنا ورجاءنا لك المجد. بسلام إلى الرب نطلب. من أجل السلام الذي من العلا وخلاص نفوسنا إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل سلام كل العالم وحسن ثبات كنائس الله المقدسة واتحاد الجميع إلى الرب نطلب. من أجل هذا الدير المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل المسيحيين الحسني العبادة الأرثوذكسيين إلى الرب نطلب. كيريا ليسو. من أجل أبينا وبطريركنا ثيوفيلوس ورئيس كهنتنا خريستوفوروس والكهنة المكرمين والشمامسة الخدام في المسيح وجميع الإكليروس والشعب إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل ملوكنا الحسني العبادة المحفوظين من الله وكل بلاطهم وجنودهم ومؤازرتهم في كل عمل صالح إلى الرب نطلب. كيريا ليسو. من أجل هذا الدير المقدس وهذه المدينة جميع الأديرة والمدن والقرى والمؤمنين الساكنين فيها إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل اعتدال الأهوياء وخصب الأرض بالثمار وأوقات سلام إلى الرب نطلب. كيريا ليسو. من أجل المسافرين في البحر والبر والجو والمرضى والمتألمين والأسرى والمغتربين وخلاصهم إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب. كيريا ليسو. أعبد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. يا رب ارحم. بعد
ذكرنا كلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله دائمة البتولية مريم مع جميع القديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا كل حياتنا المسيح الإله لك يا رب لأنه ينبغي لك كل تمجيد وإكرام وسجود أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين آمين. أنصر
أقصد إلى خلبتي فإنني قد تذللت جدا. نجني من الذين يضطهدونني لأنهم قد اعتزوا علي. أخرج من الحبس نفسي لكي أشكر اسمك أيها المسيح المخلص. لقد انحلت بصليبك عزة الموت وخديعة المحال. قد بطلت وجنس الأنام بالإيمان خرص ناجيا. فلذلك يقدم لك تسبيحا في كل حين. يا ينتظر الصديقون حتى تجازيني. أيها الرب الإله لقد استنارت الخليقة قطيبة بقيامتك المجيدة والفردوس قد فتح أيضا. فلهذا كل البرايا تمدحك وتقدم لك تسبيحا في كل حين. من الأعماق صرخت إليك يا رب يا رب استمع لصوتي. أمجد قوة الآب وأعظم قوة الابن وأسبح سلطة الروح القدس لاهوتا وحيدا غير منقسم عديما أن يكون مخلوقا ثلوثا متساويا في الجوهر متملكا إلى جميع الأدهار. لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي. أيها المسيح لصليبك الكريم نسجد ولقيامتك نسبح ونمجد لأننا بكلومك شفينا جميعا. إن كنت غلاثا مراصدا يا رب يا رب فمن يثبت فإن من عندك الاختفار. نسبح المخلص الذي تجسد من العذراء لأنه صلب من أجلنا وقام في اليوم الثالث ومنحنا عظيم الرحمة. من أجل اسمك صبرت لك يا رب صبرت نفسي في أخوالك توكلت نفسي على الرب. إن المسيح قد انحدر إلى الجحيم مبشرا الذين فيه وقائلا ثقوا الآن فقد غلبت لأني أنا هو القيامة الذي أطلقكم حالا أبواب الموت. من انفجار الصبح لليل من انفجار الصبح فليتكل إسرائيل على الرب. إذا ما وقفنا في بيتك الطاهر نحن الغير المستحقين. نقرب لك تسبيحا مسائيا من الأعماق هاتفين. أيها المسيح الإله يا من أنرت العالم بقيامتك ذات الثلاثة الأيام أنقذ شعبك ونجيهم من أيدي أعدائك يا محب البشر. من انفجار الصبح
حين الليل من انفجار الصبح فليتكل إسرائيل على الرب أيها المسيح الإله الذي بالكف الطاهر جبلت الإنسان أتيت أيها المتحنن لتشفي ذوي الأسقام بكلمتك أنط المخلع في البركة الغنمية وكذلك شفيت وجع النزفة الدم ولابنات الكنعانية المتأذية رحمت وعن طلبة قائد المئات ما أردت فلأجل هذا نهتف إليك أيها الرب القادر على كل شيء المجد لك لأن من الرب الرحمة ومنه النجاة الكثيرة وهو ينجي إسرائيل من كل آثامه إن المخلع الحاصل ميتا غير دافين إذا أبصرك يا رب صرخ ارحمني لأن سريري قد صار لحدي ما الفائدة في حياتي ليست بي حاجة إلى البركة الغنمية لأن ليس لي من يلقيني إذ تحرك الماء لكنني أتقدم إليك يا ينبوع الأشفية لكي وأنا مع الكل أصرخ أيها الرب القادر على كل شيء المجد لك سبحوا الرب يا جميع الأمم وامدحوه يا سائر الشعوب لقد ظهرت كاهنا كلي الشرف ومجاهدا شرعيا ونسيبا حقيقيا للخالق وصانعا للعجائب فائق التعجب وكوكبا ساطع الضياء ومرشدا للضالين وعمودا للكنيسة الموقرة غير متزعزع ووارثا ملكوت العلوي ومساويا للملائكة في الكرامة لأن رحمته قد عظمت علينا وحق الرب يدوم إلى الدهر بعد أوجاع جسدية متنوعة وبعد عذابات أليمة فادحة وبعد جهادات وفيرات عانيتها يا سمعان العجيب كبدت الصلب مقتديا بالمسيح الذي صلب برضاه فلذلك نقيم نحن اليوم تذكرك الباهي النير فتستنير حواس نفوسنا بالعبرانية
and
معترفين بحسن عبادتك. لنقل كلنا من كل نفوسنا ومن كل نياتنا لنقول أيها الرب ضابط كل لوابائنا نطلب إليك فاستجب وارحم. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. ارحمنا يا الله كعظيم رحمتك نطلب إليك فاستجب وارحم. وأيضا نطلب من أجل المسيحيين الحسنين العبادة الأرثوذكسيين. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. وأيضا نطلب من أجل أبينا وبطريركنا ثيوفيلوس ورئيس كهنتنا خريستوفوروس وكل إخوتنا رؤساء الكهنة والكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات
وكل إخوتنا في المسيح. كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون. وأيضا نطلب من أجل الرحمة والحياة والعافية والسلام والخلاص لعبيد الله جميع المسيحيين الحسني العبادة الأرثوذكسيين وزوار هذا الدير المقدس والمحسنين إليه والموجودين في هذه المدينة وجميع المدن والقرى مع نسائهم وأولادهم من أجل افتقادهم والصفح عنهم وغفران خطاياهم. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. وأيضا نطلب من أجل المطوبين الدائمي الذكر باني هذا الدير المقدس ومن أجل جميع الراقدين من آبائنا وإخوتنا الأرثوذكسيين الثاوين على حسن العبادة ها هنا وفي كل مكان. كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون. وأيضا نطلب من أجل السعيد الذكر أنثيموس بوليكاربوس وأثناسيوس وكيريلوس وبروكوبيوس ورثاوس وجراسيموس وذيوذروس وكل البطاركة المطوبية الذكر. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. وأيضا نطلب من أجل إخوتنا القائمين بالخدم والغائبين في الغربة ومن أجل الذين يصنعون الرحمة والذين صنعوها مع هذا الدير المقدس والذين يخدمون والذين خدموا فيهم. وأيضا نطلب من أجل الذين يثمرون والذين يعملون في كنائس الله المقدسة والذين يتعبون والذين يرتلون فيها ومن أجل جميع الشعب المتوقع من لدنك الرحمة الغنية العظمى. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. لأنك إله رحيم محب للبشر وإليك نرفع المجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. أهلنا يا رب أن نحفظ في هذا المساء بغير خطيئة. مبارك أنت يا رب إله آبائنا مسبح وممجد اسمك إلى الأبد أمين. لتكن يا رب رحمتك علينا كمثل اتكالنا عليك. مبارك أنت يا رب علمني وصاياك. مبارك أنت يا سيد فهمني حقوقك. مبارك أنت يا قدوس أنرني بعدلك. يا رب رحمتك إلى الأبد وعن أعمال يديك لا تخفل. لك ينبغي المديح، لك يليق التسبيح، لك يجب المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان ولدهر الداهرين أمين. لنكمل طلباتنا المسائية للرب. كيريا ليسون. أعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. يا رب ارحم. أن يكون مساؤنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئة الرب نسأل. استجب يا رب. ملاك سلام مرشدا أمينا حافظا نفوسنا وأجسادنا الرب نسأل. استجب يا رب. غفران خطايانا والصفح عن ذنوبنا الرب نسأل. استجب يا رب. الصالحات والموافقات لنفوسنا والسلام للعالم الرب نسأل. استجب يا رب. أن نقضي غابر زمان حياتنا بسلام وتوبة الرب نسأل. استجب يا رب. أن تكون واخر حياتنا مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزي وجوابا حسنا لدى منبر المسيح المرهوب نسأل. استجب يا رب.
بعد ذكرنا كلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة إلى دائمة البتولية مريم مع جميع القديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا كل حياتنا المسيح الإله لأنك إله صالح محب للبشر وإليك نرفع المجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. السلام لجميعكم لروحك لنحمي روسنا للرب أيها الرب إلهنا يا من طأطأ السماوات ونزل لخلاص جنس البشر انظر إلى عبيدك وإلى ميراثك لأن عبيدك إنما أحنوا رؤوسهم لك أيها القاضي الرهيب المحب البشر وقد أخضعوا أعناقهم غير منتظرين المعونة من بشر بل مستمدين الرحمة ومتوقعين الخلاص منك فاحفظهم في كل حين وفي المساء الحاضر وفي الليل المقبل مصونين من كل عدو ومن كل فعل مضاد شيطاني ومن الأفكار البطالة والهواجس الخبيثة ليكن عز ملكك مباركا وممجدا أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين أيها المسيح من أظلمت الشمس بألامك وأنرت كل الموجودات بنور قيامتك وأبهجتها اقبل منا تسبيحا مسائيا يا محب البشر ليقم الله ويتبدى جميع عدائه ويهرب مبغضه من أمام وجهه إن فصحنا المسيح المنقذ قد اتضح لنا اليوم فصحا شريفا فصحا جديدا مقدسا فصحا سريا فصحا جليل الوقار فصحا بريا من العيب فصحا عظيما فصحا للمؤمنين فصحا فاتحا لنا أبواب الفردوس فصحا مقدسا جميع المؤمنين كما يباد الدخان يبادون وكما يذوب الشمع من قدام وجه النار هلم من المنظر أيتها النسوة الباشرات وخطبنا صهيون قائلات اقبلي منا بشائر الفرح بقيامة المسيح يا أورشليم اطربي بحبور وتهانلي بسرور لمشاهدتك المسيح ملكك بارزا من القبر كختان كذلك تهلك الخطاه من امام وجه الله والصديقون يفرحون ويتهللون امام الله ويتنعمون بالسرور إن النسوة الحاملات الطيب لما انتصبن في دلجة عميقة بزائد ريح المعطي الحياة صادفنا ملاكا جالسا على الحجر فطفقا يخاطبهن قائلا لهن هكذا ما بالكن تطلبن الحياة مع الموتى لماذا تندبن في البلاد المنزه عن البلاد اذهبن وبشرن تلاميذه
معه الرب لنفرح ونتهلل به. إن فصحنا الذي هو فصح الرب قد أطلع لنا فصحا مطربا، فصحا جليل الاعتبار، فصحا نصافح فيه بعضنا بعضا بفرح. فيا له من فصح منقذ من الحزن، وذلك لأن المسيح قد بزغ اليوم من القبر كالبازغ من الخيط، وأوعب النسوة فرحا بقوله بشرنا الرسل بذلك. Oh.
الآن تطلق عبدك أيها السيد على حسب قولك بسلام، فإن عيني قد أبصرتا خلاصك الذي أعددته أمام وجوه كل الشعوب، نورا لاستعلان الأمم ومجدا لشعبك إسرائيل. قدوس الله قدوس قوي، قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس الله قدوس قوي، قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس الله قدوس قوي، قدوس الذي لا يموت ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين آمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا يا رب، اغفر خطايانا يا سيد، تجاوز عن سيئاتنا يا قدوس، اطلع واشفي أمراضنا من أجل اسمك يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الجوهري أعطنا اليوم، واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين الشهيد الشجاع سمعانا، لأنك محقت الطغيان وحفظت الإيمان، فلذلك بتعيدنا اليوم لتذكارك الكلي القداسة، ننال بصلواتك غفران الخطايا الآن وكل أوان دهر الداهرين آمين. إن جبرائيل لما تفوه نحوك أيتها العذراء بالسلام، فمع الصوت تجسد سيد الكل فيك أيتها السفينة المقدسة، كما قال داود الصديق، وظهرت أرحب من السماوات حاملة خليقك، فالمجد للذي حل فيك، المجد للذي أتى منك، المجد للذي أعتقنا بولادته منك. Σοφία, ο ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. ليوطدنا الرب الإله إيمان الحسن العبادة الأرثوذكس المقدس الخالي من الشوائب مع هذا الدير المقدس وهذه البطريركية والأبرشية والوطن وإلى دهر وإلى دهر الداهرين. يا تو الفاء قدس والد الإله خلصينا. يا من هي أكرم من الشيروبيم وأرفع مجدا بغير قياس من السرافيم، يا من هي بغير فساد ولدت كلمة الله، حقا إنك والدة الإله إياك نعظم. المجد لك يا إلهنا ورجاءنا، المجد لك. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين آمين. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. باسم الرب بارك أيها الأب القديس. أيها المسيح إلهنا الحقيقي، يا من قام بين الأموات لأجل خلاصنا بشفاعة أمك القديسة الكلية الطهارة البريئة من كل عيب بقوة الصليب الكريم المحيي وبنعمة القبر المقدس القابل للحياة،
وبطلبات القوات السماوية العقلية الإلهية العديمة الأجساد، وبتضرعات النبي الكريم السابق المجيد يوحنا المعمدان، والقديسين المشرفين الرسل الكلي مديحهم، والقديس المجيد الرسول الكلي مديحه يعقوب أخي الرب أول رؤساء سقفة أورشليم، وأبينا الجليل في القديسين نكتاريوس أسقف المدن الخمس الصانع العجائب شفيع هذا الدير المقدس، والعظيم في الشهداء الكهنة خرالمبوس، والقديسين المشرفين الشهداء الحسني الظفر، وأبائنا الأبرار المتوشحين بالله، والقديسين الصديقين جدي المسيح للاي واكيم وحنة، والقديس العظيم في شهداء الكهنة سمعان أخو الرب ثاني أساقفة أورشليم الذي نقيم تذكاره اليوم، وجميع قديسيك ارحمنا وخلصنا بما أنك صالح ومحب للبشر. مقدسنا ومباركنا احفظه يا رب إلى سنين عديدة يا سيد. المسيح قام بين الأموات وداس الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. حقا لقد قام الرب. الثالوث القدوس فليحفظ حياتكم أجمعين.